نحاول اليوم أن نستعيد كل ما نستطيع من جهود مشتركة ومن رؤى مشتركة ومن خبرات وتجارب لكل بلد من هذين البلدين الشقيقين خبراته وتجاربه في الترميم، في استعادة الآثار المنهوبة، وفي القوانين الحامية والصائنة لهذه الآثار وللتراث بشكل عام. تبادلنا التجربة واستعرضنا ما الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف، القوانين والأنظمة وتحديث القوانين المستمر في وزارة الثقافة وهيئاتها ومديرياتها. إن شاء الله كما قلنا سابقا القادم أجمل. اليوم لدينا توقيع المحضر الشامل بين الوزارتين في البلدين، وإن شاء الله هناك جهد كبير وهناك الأفضل للشعبين في البلدين، ليس فقط في السياحة، في الاقتصاد بشكل عام. كما تعلمون هناك نشاط مستمر بين سوريا والعراق في الأيام القادمة. ناقشنا ما يمكن أن نشترك فيه في الفترة القادمة من أنشطة وأعمال ثقافية مشتركة، وركزنا فيه على ملف الآثار. البلدان غنيان بالتاريخ وبالمواقع الآثارية، وتعرضا إلى هجمة إرهابية على هذه المواقع، ونحن نعمل معا إن شاء الله على استعادة آثارنا وعلى صيانتها وعلى حفظها معا إن شاء الله في المرحلة القادمة.